بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم اخوتي، اليوم راح ندير لكم فيديو فيما يخص الموتورات تاع 206 سي 3 ولا 207، كيفاش تعرفوا باللي راهو 1.1 ولا 1.4. هذه الفيديو راح نديرها لكم باش كي تشروا سيارة ما يكذبوش عليكم وما يقلطوكمش، راهي سهلة. واش لازم تهز النوامر هذو اللي نقول لك عليهم وتروح ديريكت، كاين رقم يجي لهنا كما لا جورج هذه، بصح ساعه بعيد وما يبان لكش، وكاين رقم اللي نقول لك عليه راهو جاي في الباربريز، وهذاك الرقم راك راهو باين هو نيميرو تشاسي، ولا تروح الكارت غريز تاع السيد، انت روح ديريكت نيمرو تشات، خاطرش هالمحركات راهم يشابهوا بزاف وصعيب حتى الميكانيسيانات صعيب عليهم باش يعرفوه الا لا شاف ريفيرونس. دركا نروحوا نيمرو الشاسي، هانا وين نروحوا، شوفوا لهنايا كاينه في اف اش اف اكس، نعاودوا شوف كاينه في اف ومن بعد ام ومن بعد اش اف اكس، ركزوا على الاش اف اكس، الاش اف اكس هذه راهي 1.1 راهي مش 1.4، ركزوا عليها مليح. هاي في اف تلقاو 32 ام ولا هات، وانتم ركزوا على هذه الاش اف اكس، الاش اف اكس راهي 1.1، بس هلا لقيتو في اف ونوامر من بعد الكا اف اكس، الكا اف اكس راهي 1.4، ولا تلقاو الكا اف دبليو، ولا تلقاو الكا 6 دي راهي 1.4. هذه الفيديو درتها لكم باش ما يقلقكم حتى واحد، باش كي تجو تشرو 206 ولا سي 3 ولا تشرو 207 روحوا ديريكت كارت غريز، ولا روحوا النيميرو تشاسي اللي راهو جاي في الباربريز، الا لعاد نبدل الموتور ولا بوات مع بعضات دايروا 1.4، هذيك حاجه اخرى. كاين نوامر يشافوا في الـ في الـ في, الـ في البلوك موتور، والبلوك موتور تاع 1.4 راهو عالي على 1.2. خاوتي باش نثبت لكم الشيء اللي قلتو، هاي عندي لهنا سي 3 والمحرك تاعها 1.1، بصح درك نشوفوا مع بعضات نزيدوا نثبتوه. تشوفوا النيميرو تشاسي في الكارت غريز او في السيارة، ها هو راه نيميرو الشاسي تاعها مكتوبة في اف سات اف سي، سات اف سي هذه ما نقراوهاش، واش نقراو؟ نقراو في اف من بعد اش اف اكس، وهذه اش اف اكس هي 1.1، هي عندها محرك 1.1، كون جات في اف كا اف دبل في ولا في اف كا سي اس دي ولا في اف كا اف اكس راهي 1.4، بصح كي عاد في اف ومن بعد نلقاو اش اف اكس راهي 1.1. خوتي في الاخير ان شاء الله راكم استفدتوا من هذه الفيديو، ديروا لايك لعجبتكم، نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو اخرى ان شاء الله.